السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة. إن شاء الله في درس الفيديو دوت هنتكلم عن الإيفنتس اللي هي الأحداث، وهنعرف إزاي إن احنا بنعمل ريجستر للإيفنت ديت أو بنسجل الإيفنت ديت من خلال استخدام الحاجة اسمها إيفنت ليسنرز. نقول بسم الله توكلنا على الله. اولا قبل ما ندخل في الايفنت عايزين نعرف انواع الايفنت ايه. في عندي نوعين في الايفنت داخل بيئة الاندرويد، في النوع اللي هو احنا بنقول عليه بيلت ان ايفنت، والايفنت ده يعني ليها اسم تاني اسمه انبوت ايفنت، ونوع تاني اسمه كاستم ايفنت. بيلت ان ايفنت يعني اعرف ان الايفنت دوت موجود اصلا مسبقا مع الفريم ورك داخل اللي هو بنقول ايه بيئه التطوير نفسها، فبالتالي انت كل اللي انت هتحتاجه اللي انت تعمل عمليه امبلمنتيشنز للايفنت ديت وتستغلها، والايفنت ديت ثابته ما بتتغيرش. يعني عندي مثلا حدث اسمه اون كليك، وعندي حدث اون لونج كليك، وعندي حدث اون كي اب، وعندي حدث اون تاتش. تمام، الاحداث دي كلها هي بنقول عليها بيلت ان ايفنت، احداث مدمجه بيلت ان يعني داخليه، او بنقول لها بنقول المسمى تاني انبوت ايفنت اللي هي الاحداث الخاصه بعمليات الادخال، بينما الكاستم ايفنت دي بقى احداث مش موجوده اصلا وانا اللي بنشئ احداث خاصه بيا. يعني ايه بنشئ احداث خاصه بيا؟ نقول مثلا انا عندي هعمل كلاس، كلاس ده اسمه بيرسون، وبيرسونز دوت شخص، الشخص دوت يعني انا كده كده هاخد انستانس او نيو اوبجكت من هذا الكلاس اللي هو اسمه بيرسون، واقول له مثلا اسمه ايه عفوا اسمه ماي كلاس، اسف اسمه مثلا ماي بيرسون. وطبعا تتعامل انت بقى مع الاوبجكت زي ما احنا متعلمين، احنا عارفين ازاي بتعامل مع الاوبجكت وتعامل مع الستيت بتاعته من خلال الجيتر والسيترز ميثودز. تمام، ان انا اعمل مثلا جيت تكست سيت تكست والكلام ده. طيب انا دلوقتي عايز اتيح للراجل الديفلوبر اللي هيستخدم الكلاس اللي اسمه بيرسونز دوت امكانيه ان هو يعمل عمليه امبلمنتيشنز لحدث معين. يعني ايه؟ انا داخل الكلاس اللي هو اسمه بيرسون، هقول ان انا عايز كل مره هيتم التغيير في ستيت مثلا معين، وليكن مثلا البيرسونز دوت في ستيت اسمها بيرسون نيم، اسم مثلا الشخص، كل مره هيتم تعديل اسم الشخص داخل الكلاس ديت بالذات اللي احنا طبعا بنقول عليها الانستانس او الاوبجكت منها، هيتم مثلا عمل كود معين، تفعيل او تشغيل كود معين، الكود دوت هيحدده مين؟ الراجل الديفلوبر. هو موضوع كاستم ايفنت دوت يعني شويه ادفانسد، ولكن هو سهل جدا وان شاء الله هنشرحه لكم باذن الله تعالى. طبعا انت مش مطالب في المبادره يعني لحد ال 14، يعني في المرحلة الأولى مش مطالب بالكاستم ايفنت، يعني فقط هتستخدم البيلت ان ايفنت، ولكن اللي عايز يستزيد علم ممكن يكمل بقية الشرح للفيديو في نقطة الكاستم ايفنت. طيب نقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ مع أول نوع اللي هو البيلت ان ايفنت اللي هي الأحداث الداخلية أو الأحداث المدمجة، احنا بنقول عليها انبوت ايفنت اللي هي أحداث الإدخال. انبوت ايفنت يبقى احنا قلنا هي احداث، الاحداث ديت موجوده ضمن الفريم ورك الخاص بالاندرويد، فبالتالي هلاقيها في كنترولز كتيره جدا، زي مثلا هلاقيها في الايديت تكست، هلاقي في ليه شويه احداث، مثلا الباتونز ليه برضو احداث زي الكليك والتاتش والكلام دوت، الليست فيو نفسها برضو ليها احداث، حدث لما بضغط مثلا على ايتمز داخل الليسته ديت، الجريد فيو برضو ليها حدث لما بضغط على ايتمز داخل الجريد، وهكذا معظم الكنترولز ليها ايفنت خاص بيها. طيب هنقول تاني، طيب هو ايه برضو الايفنت؟ احنا لحد دلوقتي معرفناش. الايفنت عبارة عن مكان بخزن فيه اكواد، الاكواد ديت ما بتتنفس الا لما بيتم نداء على ايه او عمل فايرنج للايفنت. يعني دلوقتي انا حاطط اكواد جوه الزرار اللي هو البطن اسمه لوجن بيعمل حاجة معينة، هل الاكواد دي هتتنفذ على طول؟ يعني اول ما افتح الاكتيفيتي هتتنفذ؟ لا مش هتتنفذ، لازم لما اعمل حدث الكليك على الزرار اللي هو اللوجن دوت
يشوف ايه البلوك بتاع الاحداث او الايفنت ميثودز بتاعه ويشغل البلوك ده. نفس الشيء، هي دي نفس الفكرة مع كل الاحداث حتى بما فيهم الكاستم. طيب طبعا ده شكل اللي هو الكاستم ايفنت، عبارة برضو عن كلاس وبعرف فيه الايفنت بتاعتي، بحيث الديفلوبر اللي هيستخدم الكلاس دوت ياخد منها انستانس او اوبجكت ويقدر يسجل داخل الايفنت ديت، بحيث ان اي تعديل على الستيت اسمها مثلا ام بيرسون نيم دوت بيعمل كولينج ليه، حاجة زي ميثود كول باك عفوا بيعمل انا اسف بيعمل كولينج للميثودز اللي الديفلوبر هيعمل يستعين بيها. طب واحد يقول طيب انا هعمل ليه كاستم ايفنت وانا اصلا يعني الايفنت دي انا بحددها عن طريق الاكواد انا اللي بحددها عن طريق الاكواد. اقول لك ما هو خلي بالك ان الكاستم ايفنت ديت يعني انت ممكن تستخدم الكلاس اللي اسمه بيرسونز دوت بس من مكتبه، يعني انت راجل ديفلوبر راجل شاطر شويه فعملت شويه كلاسات على وحطيتها في مكتبه، والمكتبه دي بعتها لاكتر من ديفلوبر، فالديفلوبر واخد المكتبه اصلا مش سورس كود، واخدها حاجه زي ما بتقول ايه للايه، يعني مكتبه دي ال ال يعني مكتبه مقفوله اكنها زي برنامج اي اكس اي كده بالظبط. ما هو برنامج اي اكس اي برضه عباره من الداخل عباره عن بلوكات من الاكواد بتعمل له زي مثلا بنقول عليه اوت بوت مثلا، او مثلا اللي انا بعمله اخراج بقى لملف تنفيذي يشتغل على اي جهاز بعد كده. نفس الشيء انا ممكن اعمل مكتبه، المكتبه دي يبقى فيها مجموعه من الكلاسات، الكلاسات دي لها وظائف معينه، اللي عايز يشتغل بالكلاس بياخد المكتبه بيستعين بيها بالامبورت وبعد كده بينده على البيرسونز وياخد منه نسخ، فبالتالي هو معهوش السورس كود ان هو يدخل جوه الكلاس دي اسمه بيرسون ويكتب الاكواد الكاستم بتاعته. طيب ايه الحل؟ الحل اللي احنا نعتمد على مين؟ على الايفنت، كاستم ايفنت. طيب تعالوا نمسك اول نوع اللي هو البيلت ان ايفنت ونشوف ازاي بنستخدمه. بيلت ان ايفنت ليه طريقتين، والطريقتين دول في الغالب بيتم استخدامهم مع كل انواع الايفنت. طيب اول طريقه هو الطريقه اللي هي الستاندر او اللي كتير جدا بيحبوها، ان انا من خلال ملف الاكس ام ال، يعني وانا في ملف الاكس ام ال باجي بعرف مثلا ده طبعا التاجة الخاصة بزرار البوتون، وليكن مثلا ده البوتون لاجون اللي هو دوت بتاع اللوجن ان عفوا. طبعا هنا مديله في الاتريبيوت اسمها اون كليك. اون كليك ديت بايه؟ بتقول لك انا هاخد هقبل منك في المكان دوت تكتب لي اسم ميثودز. ميثودز موجود فين؟ موجود في الاكتيفيتي اللي هيعرض ملف اللي اوت دوت. حلو كده، انا لحد كده يعني اديته اسم الميثودز، فالحدث اون كليك ديت كل مره هيجي المستخدم يدوس على الزرار اللي هو اسمه الباتون لوجن ده هيتم ايه؟ النداء كولينج على الميثودز ديت اللي هي في الحاله بتاعتنا البلوك دوت. طب البلوك ده متعرف فين؟ برضه متعرف في الاكتيفيتي اللي بيصير او بيتحكم في الشاشه اللي هي اللي او دوت مرسوم عليها. طبعا ده ابسط وسيله او ابسط طريقه في ان انا اعمل كولينج او ان انا يعني احدد اعمل ريجستر عفوا اعمل ريجستر للايفنت، الايفنت اللي هو بتاع اللي هو ايفنت حدث الاون كليك عند الضغط. ف بيتم النداء على البلوك دوت لو في اي اكواد بينفذها. طبعا الموضوع دوت بيبقى ليه خلفيات، يعني نظام التشغيل اندرويد بيبقى مثلا المستخدم لما بيدوس على المنطقه ديت بيعمل كولينج للكلاس اللي اسمه فيو، طبعا فيو دوت ما عارفين اللي هو بيس كلاس مع لكل الكنترولز اللي موجوده، وبينده على مين؟ على الاحداث اللي موجوده واللي تخص الحركه اللي عملها المستخدم. هو المستخدم عامل ايه دلوقتي؟ هو عمل تاتش يعني عمل كليك ولا عمل لونج كليك ولا عمل ايه بالظبط؟ بمجرد ما يعمل اول ضغطه مره واحده كده يبقى كده هو عمل كليك يعني تاتش. طيب لو فضل دايس كده يعني دايس بصباعه مثلا على الزرار وفتره معينه وبعد كده رفع، يبقى هو كده عمل حدث تاني مش الكليك، اسمه لونج اون لونج كليك. جميل. طيب ده بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي الفيرست ميثود. طيب في طريقه تانية ان انا اعمل ريجستر للميثودز، يعني اسجل بلوك كود البلوك دوت يتعمل له فاير او كولينج او اكسكيوت عند حدث معين ان هو يعني يشتغل. ممكن تعالوا نشوف الكلام دوت اللي هو السكند ميثود، الطريقة التانية.
نفس الفكرة بس هعملها على الزرار اللي هو ايه الكلير. طيب بيعمل ايه الكلام دوت؟ نقول بسم الله. طبعا هنا الجزئية ديت هي جاية بالخطأ، المفروض تنزل لتحت. طيب انا هعدلها، يعني هوقف الفيديو هعدلها وارجع تاني عشان ما يحصلش كونفليكت عند الناس. تمام نكمل كلامنا. ادي السكند ميثودز، دي الطريقه التانية. ببساطه جدا ان انا مش هروح لملف الاكس ام ال واعرف الميثودز داخل اللاي اوت الخاص بمين، بالزرار، لا انا هستخدم بقى الطريقه البرمجيه. طيب الطريقه البرمجيه دي بتعمل ازاي؟ بتيجي ببساطه جدا، اول حاجه ان انا هنا بعرف فاريبل بحاجه زي ريفرنس كده للزرار دوت، وفي الغالب بيبقى الريفرنس دوت بيبقى موجود كجلوبال على الكلاس نفسه، ولكن احنا يعني جاست فور تيست يعني والاختبار والكلام ده، فهنكتبه داخل الميثودز اللي هو اون كرييت. طيب هنا البوتون، وبعد كده بحثت على فايند فيو باي اي دي عن زرار اسمه اللي هو بي تي ان ده كلير، ده الاي دي الخاص بمين؟ بالزرار. يعني الاي دي دوت انا بعرفه في الاتريبيوت اسمه اي دي، زي ما انا عامل هنا اي دي اسمه ايه اللي هو بي تي ان لوجن، خلاص برضو مدي الزرار دوت كلير اسمه بي تي ان كلير. فانا هنا بحثت عن الزرار وجبته ودخلته في الفاريبل او الانستانس او الاوبجكت اسمه بي تي ان كلير، ده متغير بيشير ريفرنس للراجل ده. طيب بعد كده بيتم ايه؟ بعمل عمليه ريجستر بقى، بسجل بقى. بتسجل ايه؟ بسجل كود، الكود دوت هيدخل جوه مين يعني، او هنقول بمعنى تاني انا هسجل الزرار نفسه. تمام طيب الزرار كله ولا ايه بالظبط؟ لا انا هسجل حدث الضغط على الزرار داخل ليسنرز معين. طبعا دي وسيله بالنسبه للايه للسكند ميثودز في تعريف الايفنت، وهنشوف وسيله برضو ان شاء الله واحنا بنشرح الجزئيه ديت عملي، بس ركز معايا في الحته ديت. انا هنا لما قلت بي تي ان كلير على الزرار دوت وقلت دوت سيت اون كليك ليسنر، ده عباره عن ميثودز عادي جدا ضمن مين؟ ضمن الكلاس، متعرف جوه الكلاس اللي اسمه بوتون. البوتونز دوت كلاس متعرف في ميثود اسمها سيت اون كليك ليسنر، والميثودز دوت بياخد بارامترز. البارامترز دوت من نوع، طبعا هو عباره عن انترفيس. تمام طيب اسم ايه الانترفيس دوت او اسم التايب ده ايه؟ اون كليك ليسنر. ده الاون كليك. طب الاون كليك ليسنر ده متعرف فين اصلا؟ متعرف في الكلاس اللي اسمه فيو. ركز معايا. طيب ليه انا بعمل كده؟ هو طبعا مش بمزاجي، هو يعني اللي نشأ الكلاس اللي اسمها باتونز ديت ويسجل فيها الميثود اسمها سيت اون كليك ليسنر، وادى نوع الليسنر يبقى من نفس النوع دوت، يعني هو اللي اجبرني على كده. فبالتالي لما انا احب ان انا ادخل بارامترز لازم البارامترز دوت يبقى فيه ايه نفس نوع الانترفيس، او بمعنى ادق ممكن يكون كلاس معمول له امبلمنتيشن لهذا الانترفيس. يبقى المفروض سيت اون كليك ليسنر دوت ميثودز محتاج مين يا ريس؟ محتاج كلاس، كلاس يكون معمول له امبلمنتيشن للانترفيس اللي اسمها اون كليك ليسنر. اون كليك ليسنر انترفيس متعرفه جوه الكلاس اللي اسمه فيو. تمام وطبعا ان شاء الله هنشوف عملي الجزء دوت. فيو احنا عرفنا الفيو دوت عباره عن البيز كلاس اللي بيتكون منها اي كنترولز موجوده على الشاشه بما فيهم الفيو جروب، جواه معرفين في انترفيس متعرف اللي هو اون كليك ليسنر، ده عباره عن انترفيس داخل الفيو. طيب انا هنا ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ انا عملت اكني فتحت كلاس جديده، انشات كلاس جديده وعملت امبلمنتيشنز للانترفيس اللي اسمه اون كليك ليسنر، بس الاسلوب دوت بيسمى اللي هو الانونيمس كلاس، اللي هو الكلاس المجهول. ليه بيسموه كده؟ لان الكلاس هنا بنشئه زي حاجه زي ايه يعني هنا في سطر واحد او في مكان واحد، بالاضافه ان الكلاس ملوش نيم، يعني هنا مش مدي للكلاس نيم، عكس ان انا اقول بابليك كلاس في ملف مثلا وادي له اسم والكلام دوت، الاثنين برضو يشتغلوا بس الفكره واحده. طيب انا هنا اشتغلت بالانونيمس كلاس، ببساطه اكني انشات كلاس وهمي وعملته امبلمنتيشنز للانترفيس اللي اسمها اون كليك ليسنر. خلاص داخل الاون كليك ليسنر ديت في ميثودز، ما هو الانترفيس هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن مكان بعرف فيه ميثودز وستيت. تمام الميثودز ديت والستيت كلها بابليك وابستراكت، وفي نفس الوقت بيبقى عباره عن سيجنتشرز، يعني هنا مش بعرف هنا بكتب اكواد جوه الانترفيس، انا بكتب بس هيكل الميثودز نفسها.
طيب ايه الهيكل اللي متعرف جوه الانترفيس دوت؟ في ميثود اسمه public void on click وبياخد اللي هو البارامترز دوت. يبقى انا كده اكني عملت كلاس وعملت امبلمنت لانترفيس اسمها اون كليك ليسنر. لما اتعمل امبلمنتيشن داخل الكلاس دوت ظهر لي مين؟ ظهر لي البلوك دوت او الميثود دوت اللي اسمه اون كليك. ده الحدث اللي هيتم ده الحدث اللي هيشتغل في كل مره الضغط على زرار اللي هو كلير. طبعا انا مدي كود، الكود دوت هيشتغل معايا. طيب يبقى انا كده استفدت حاجه، يعني حاجه جميله جدا. اولا ان الباتونز بتاع الكلاس، عفوا الكلاس اللي اسمه باتونز دوت بيتعرف فيه الايفنت. الايفنت ده اصلا يعني جواه حدث اللي هو الاون كليك. ما بينضغط على الزرار، هو الزرار اصلا عباره عن فيو. تمام، نظام التشغيل بيروح للفيو بيبعت رساله يقول له انت الزرار بتاعك ده انضغط عليه، فبيروح يدخل يشوف نوع الزرار ايه او المكان ده اللي انضغط عليه ايه، لاقيه كلاس اسمه باتون. كلاس دوت واخد انهيرت من مين؟ من الفيو، وفي نفس الميثود اللي اسمها اون كليك، فبالتالي هينده على الاون كليك يفعلها. فانا بالاسلوب دوت اكني سجلت ايه، سجلت ايه الزرار دوت اللي هو الاوبجكت اللي هو الباتون كلير دوت، سجلت داخل الحدث اللي هو اسمه اون كليك. ده ببساطه جدا بدون اي تعقيد. طيب قبل ما ندخل على الكاستم ايفنت، تعالى نشوف الحالتين اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هو الفيرست ميثود والسكند ميثود بسرعه ونرجع نكمل بقيه كلامنا. طيب انا هنا عندي اكتيفيتي، نفس الاكتيفيتي اللي احنا شفناها في البرزنتيشنز، فيها ايديت، اتنين ايديت تكست بوكس، وفيها اتنين باتون، واحد بتاع لوجن والتاني بتاع ايه كلير. طيب نشوف ايه اللي مكتوب في احنا الاول احنا عاملين مثال على الباتونز لوجن دوت، مدي هنا في الاون اللوجن دوت، مدي له هنا في الاون كليك مستخدم الاتريبيوت اللي احنا قلنا عليه اللي هو الفيرست ميثود. ده الاسلوب اللي انا هستخدم بالاكس ام ال. عملت ايه؟ جيت في الاتريبيوت في الملف الاكس ام ال، قلت للزرار اللي هو الباتونز دوت اون كليك لو سمحت في الاتريبيوت لما ينضغط عليك، يعني تعمل فاير للحدث اللي هو اسمه اون كليك، شغل لي الميثودز دوت. ده اسم الميثود. طب الميثود ده متعرف فين؟ جوه الاكتيفيتي اللي لاي اوت ده هيتعرض جواها. اجي على ده طبعا الايفنت اكتيفيتي، الاكتيفيتي المسؤول عن تشغيل مين اللاي اوت وعرضه بداخلها. هبص بقى على ايه؟ على اللي هو اللوجن، هلاقي الميثودز بتاعي بهذا الشكل. ميثودز طبعا طبيعي جدا void، بس شرط ان يكون هنا في بارامترز واخد الشكل دوت او في تايبز اسمه فيو، يبقى لازم يكون في بارامتر داتا تايب بتاعه فيو، وطبعا اديله اي اسم ايا كان. يعني انا لو عملت ميثودز وحذفت الكلام ده كده هيبقى خطا، مش هينفع، مش هيقبله. تمام، لازم يبقى معايا السيجنتشر الميثود يكون بالشكل دوت. اعمل الاسم زي الاسم اللي انت عايزه، بس لازم يكون الفويد يبقى ليه البارامترز دوت. خلاص، وطبعا الاسم دوت يكون هو نفس الاسم اللي موجود فين؟ موجود في المكان ده. هنا كتبت بقى الكود بتاعي اللي المفروض يعني هيتحقق، طبعا سواء ان انا مثلا عملت اللي هو لوجن او عملت كلير او اي كود اكتبه في المكان ده هيتنفذ بمجرد ما يحصل حدث اللي هو الكليك. زي ما انا عمل في اللوجن دوت، ادوس عليه مثلا هيعمل شويه اوامر. ده الطريقه اللي هي اللي انا الفيرست ميثود. طيب تعالوا نشوف اللي هي الميثودز اللي بعدها اللي هي السكند ميثود بيتعمل ازاي. هنشوف بقى اللي هي الطريقه البرمجيه. الطريقه البرمجيه دي هنطبقها على الزرار اللي هو اسمه كلير. طيب ادي الزرار بتاعي زي ما انتم شايفين، زرار الكلير مش واخد الاتريبيوت اسمها اون كليك. تمام، مفيش اي حاجه اسمها اون كليك، فبالتالي انا عايز اتحكم فيه برمجيا. وعشان اتحكم فيه برمجيا يبقى لازم شرط اللي يكون الزرار بتاعي ليه اي دي. يعني هنا مش شرط، لازم مش شرط ان انا ادخل الاي دي، ممكن احذف الاي دي دوت واشتغل بالحدث دوت بدون اي مشاكل. اما هنا لازم يكون في اي دي عشان ادخل جوه ملف الجافا ابحث عن الزرار دوت واعمل الريجستر للزرار في حدث اسمه كليك. خلاص، يبقى هنا البطن بي تي ان كلير. طب ده كونفنشنز احنا بنتبعه، بي تي ان ده ستاند فور باتونز. خلاص، طيب انا كده خلصت من الزرار دوت. اروح بقى لملف الجافا بتاعي، المفروض ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل ريجستر للزرار اللي اسمه البي تي ان. طيب الزرار دوت اجيبه ازاي؟ ممكن ان طبعا اعمل جنرال هنا فاريبل يمثل لي ريفرنس للزرار، او ممكن مثلا من هنا داخل البلوك اللي اسمه اون كرييت. اهم شيء ان انت تعمل ريجستر للايفنت
قبل عملية الانتراكتيف للمستخدم. يعني ممكن اعملها في الاون كرييت، ممكن اعملها في ان اون ستارت، بس ما ينفعش ان انا اعملها في الاون ريزيوم. اون ريزيوم ديت ميثودز تبع اللي هو الاكتيفيتي لايف سايكل. اللي ما يعرفش حاجه عن الاكتيفيتي لايف سايكل يقدر يرجع للفيديوهات اللي احنا اتكلمنا عنها بخصوص الاكتيفيتي لايف سايكل، اللي هي دوره حياه الاكتيفيتي، اعرف الميثودز دي بتمشي بالترتيب ازاي وشكلها ايه. خلاص، طيب انا هنا زي ما انتم شايفين عملت اللي اوت الخاص اللي هتظهر جوه الاكتيفيتي اللي انا واقف عليها ايفنت اكتيفيتي. وطبعا هنا اخدت يعني عملت ريفرنس للكنترولز اللي انا بعد اللي انا هبحث عنها بفايند فيو بمعلومية الاي دي اللي هي متسجلة جوه الكنترولز نفسها. طبعا هنا في المثال بتاعنا اللي يهمنا دلوقتي اللي هو الزرار، ادي زرار اللي هو البطن كلير، وانا هنا بحثت عليه باسم الاسم اللي انا مسجله بيه اللي هو البطن كلير اللي هو الاي دي دوت. خلاص انا دلوقتي عندي ريفرنس للبطنز كلير دوت. المفروض ان انا اعمل ايه بعد كده؟ انا ممكن طبعا عشان يبقى الشغل يبقى شكله نضيف شوية اروح شايل ده كده واخليه جنرال ايه فاريبل. خلاص، واجي بقى اشتغل بيه اللي هو الطريقه العاديه اللي احنا عارفينها. طيب المفروض ان انا اعمل ايه بقى؟ هعمل ريجستر للايفنت. في ايفنت مثلا اون كليك خاص بالزرار دوت. طبعا احنا بنتكلم على بيلت ان ايفنت، فلا الايفنت ده اصلا اكيد كده لازم تبقى موجوده. طيب اعرف منين الايفنت؟ ببساطه جدا ممكن تعمل سيرش على جوجل او تروح للدوكيومنتيشن الخاص بالاندرويد الديفلوبرز، يعني بتاع الناس المطورين. مثلا في ناس مطورين عاملين منتديات وبلوجات والكلام ده، تبحث تقول مثلا button event تمام او grid view event عن طريق جوجل، هيجيب لك كل الايفنت الخاصه بمين، بهذا الكلاس او هذا الكومبوننت او هذا الاوبجكت. حلو، انا دلوقتي عارف ان في ايفنت اسمه اون كليك. اون كليك فين الايفنت ده يا ريس؟ الايفنت دوت تبع الزرار اللي هو button. طبعا هو مش تبع الكلير، يعني مش خاص بالكلير بس، لا هو اصلا بابليك، هو متعرف جوه الفيو الكلاس اللي اسمه فيو، وبان الباتونز دوت واخد انهيرت من الكلاس اللي اسمه فيو، فبالتالي اكيد موجود جواه. طيب المفروض بعمل ايه؟ بعمل بقى عمليه ريجستر، ان انا اسجل حاجه معينه هتتنفذ لما الايفنت اللي هو اسمه اون كليك يتعمل له فاير. طيب فانا بقول ايه البي تي ان كلير دوت، بقول له يا زرار عايزك تعمل لي ايه؟ سيت اون كليك ليسنر. عايز طبعا سيت ده عارفين اللي هي جيت وست والكلام ده. سيت اللي انا هنا بقى ايه هسجل الايفنت بتاعي جوه مين؟ الاون كليك ليسنر. خلاص، اون كليك ليسنر دوت المفروض ان هو عباره عن الانترفيس. طيب هنا بقى اعمل ايه؟ ركز معايا في الكلمتين دول. اون كليك ليسنر ميثودز عاديه جدا موجوده جوه الكلاس اللي اسمه باتون. الميثودز ديت وظيفتها ايه؟ تاخد بارامترز واحد من النوع اون كليك ليسنر، واون كليك ليسنر هو عباره عن ايه؟ عباره عن انترفيس. خلاص، جوه الكلاس اللي اسمه فيو. فانا دلوقتي عايز ان انا اغذي الميثودز اللي اسمها سيت اون كليك ليسنر اللي هتساعدني في عمليه التسجيل، اسجل حاجه او اسجل ميثودز داخل الايفنت اللي اسمه اون كليك دوت، اعملها مثلا بالطريقه دي طريقه اسمها اللي هي انونيمس كلاس. طيب هنشرح الانونيمس كلاس ولا نشرح طرق تانية؟ طيب دلوقتي انا في الطريقه اللي هي انونيمس كلاس، هعتبر ان انا انشات كلاس مجهول في المكان ده، وطبعا مش بحدد له اسم، والكلاس دوت عملت له امبلمنتيشن للانترفيس اسمها اون كليك ليسنر. طيب لو رحت على الفيو خلاص ورحت على مثلا جو تو ديكلاريشنز، ادي الكلاس اللي اسمه فيو، هلاقي عندي هنا انترفيس بابليك انترفيس اسمه اون كليك ليسنر اللي هو نفس المكان دوت. طيب بعد كده بيعمل ايه؟ هتلاقي في ميثودز اسمها اون كليك واخد بارامتر فيو تمام. دوت بقى اللي بيتعمل له امبلمنتيشن، الانترفيس ده بيتعمل له امبلمنتيشن داخل الكلاس بتاعنا اللي احنا بنقول عليه الانونيمس كلاس اللي انا انشاته بالاسلوب دوت. بقول نيو وبعد كده بجيب اللي هنا اسم الانترفيس، بينشئ لي اكنه انشئ لي كده كلاس وهمي وعمل امبلمنتيشن للانترفيس ديت داخل هذا الكلاس. بعد ما اتعمل امبلمنتيشن للانترفيس ديت انشا لي كلاس، طبعا اتعمل اوفررايد كلاس، عفوا اتعمل لي امبلمنتيشن واتنشا ليا ميثود اسمه اون كليك. الحدث ده اون كليك ده الايفنت بتاعي اللي هيتشتغل. اكتب بقى الاكواد بتاعتي اللي انا عايزها تتنفذ لما الحدث دوت يشتغل اللي هو الاون كليك الخاص بالزرار اللي اسمه الباتون كلير. في طريقه تانية للكلام دوت، ممكن يعني في ناس مثلا بتقول مثلا ايه، انا لو انا عندي اكتر من زرار بيعمل حدث معين، او مش كده خالص، هنقول ايه لو في كود الكود دوت بيتكرر في اكتر من مكان.
وعايز اشغله في اكتر من حدث. خلاص يعني ايه؟ يعني المفروض عندي مثلا خمس اذره على الشاشه، عايز اسجل في الخمس اذره دول نفس الكود، يبقى هعمل ايه؟ المطلوب ان انا هعدي على كل زرار من دول واعمل ريجستر الايفنت بنفس الاسلوب ده. طيب هل انا كل مره بقى اقعد اعمل نيو انونيمس كلاس وانشئ البلوك واكرر الكود دوت تمام في خمسة اوبجكت؟ قال لك لا، احنا ممكن نعمل حاجه اسهل من كده، ممكن نيجي هنا نعرف مش دوت بارامتر عباره عن يعني ليه داتا تايب، الداتا تايب بتاعته هنا ايه؟ انترفيس. هعمل برضو هنا متغير وهنقول مثلا برايفت مثلا. هنا طبعا الداتا تايب للمتغير هيبقى نفس الداتا تايب الخاصه بمين؟ بالانترفيس. تمام، وادي له اسم، اقول له مثلا كليك ليسنر. تمام وشكرا على كده. هل الموضوع انتهى على كده؟ انا ممكن انتهي على كده وبعد كده ادخل جوه الاون كرييت، اروح عامل بقى ايه، هنشيل الانومس كلاس جوه في المكان دوت. وممكن بطريقه يعني اسهل من كده اقول له مثلا، اقول نيو انشئ بقى اللي هو الانومس كلاس في المكان ده، واروح ناقل الاكواد ديت فيها، واجي هنا بقى انا مش محتاج ان انا اعرف انونيمس كلاس خالص، انا هنا بس هديله ايه؟ اسم الليسنر بتاعي اللي هو الكليك ليسنر. تمام، اجي بقى اكتر في اي كنترول، هقول مثلا لو الباتون مثلا باتون لوجن، يا باتون لوجن سيت اون كليك ليسنر، عايزك تسجل لي نفسك جوه الليسنر اللي هو الايه اللي انا هبعته لك ما بين الاقواس، ما هو اصلا عباره عن ايه هنا بالنسبه لي؟ عباره عن ايه؟ جنرال فاريبل، متغير عام على مستوى الكلاس اللي هو الايفنتس اكتيفيتي، فبالتالي اقدر ان انا استعين بيه في اكتر من مكان. وان حبيت ان انا اعدل هاجي هنا اروح معدل في المكان بتاع المتغير دوت، وخلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى على كده. هل في طريقه ثانيه؟ في طريقه تانية. تعالوا مثلا نقول ايه، عايزين نعمل، ما هو انت افهم مش احفظ، افهم انت دلوقتي سيت اون كليك ليسنر عايزه انترفيس خلاص، وبمعنى ادق عايزه الامبلمنتيشن بتاع الانترفيس. طيب الانترفيس عشان اشتغل واستفيد منه يبقى لازم يكون عندي كلاس، اما ان انا يبقى عندي انونيمس كلاس، او ان انا استخدم يعني انشئ كلاسات خاصه بيا. يعني انا مثلا ممكن استخدم الكلاس اللي هو بتاع الاكتيفيتي، اقول له هنا لو سمحت اعمل لي امبلمنت للانترفيس اللي هو مين بقى؟ اللي هو الاون كليك ليسنر. فين الاون كليك ليسنر ده؟ داخل الكلاس اللي اسمه فيو ده. تمام، طيب هنا هيقول لي ايه؟ لازم تعمل امبلمنتيشنز لاي ميثودز او اي سيجنتشرز موجود جوه الانترفيس اللي هو اون كليك ليسنر. فبقول له حاضر انا هعمل، ممكن ان اجي هنا او ممكن من كود اقول له امبلمنت ميثود اون كليك. ده فين الاون كليك ده؟ ده سيجنتشرز الفويد داخل الانترفيس اللي هو اون كليك ليسنر. ولاحظ كده تتبع معايا، هنا الكلام ده متعرف جوه الكلاس اللي اسمه فيو خلاص، ده يعني تبع الاندرويد ايه للفريم ورك. فبقول له اوكي، لاحظ ايه اللي عمله؟ انشأ لي الميثودز بتاعي اللي هو اون كليك. تمام، طيب اكتب بقى الاكواد بتاعتي في المكان ده. خلاص وامسح البتاع ده، خلاص انا مش محتاجه. طيب نيجي بقى في الحته ديت السيت اون كليك ليسنر، وانا عايز اعمل ريجستر بقى داخل الحدث اللي هو اون كليك. طيب المفروض ان انا اديله انترفيس. طيب الانترفيس دوت موجود فين؟ هل موجود في كلاس؟ اه موجود في كلاس. فين الكلاس ديت؟ الكلاس اللي انا واقف عليه بابليك كلاس اهي، اروح قايل له كده زيس. يبقى هنا هيروح فين الكلاس اللي فيها الانترفيس؟ هيلاقيها الكلاس اللي ايه؟ زيس، اللي هو الكلاس بتاعي اللي هو الايفنت اكتيفيتي. خلاص هيلاقي فيه امبلمنتيشنز للانترفيس، الانترفيس يهمه ايه؟ الحدث ده. وطبعا ما ينفعش انت تغير الحدث ده، يعني تديله مثلا تقول له اون كليك واحد ولا تسميه ولا تعمل له اي شيء، لان ده يعني معمول اوفر رايد من تبع الانترفيس دوت. خلاص اكتب بقى الاكواد بتاعتي، هيروح منفذ الكلام ده كل مره ينضغط عليه. خلاص نفس الشيء برضه هيتم لو انا برضه عايز ان انا اعمل امبلمنتيشنز لزرار تاني تالت، نفس الفكره. تمام، بس حد هيقول لي طيب يا باشا انا لو هتابع نفس الاسلوب دوت مع زراير تانيه مثلا زي الزرار اللي هو اللوجن، طيب زرار اللوجن دوت هل انا برضه؟ طبعا لو انا هستخدم نفس الكود مش هستخدم عن طريق اللي هي لي اوت، وقلت سيت اون كليك ليسنر، طب ما انا بشير لمين لده؟ هيروح ينفذ نفس البلوك اللي انا عايزه يتنفذ. يبقى انا عملت ايه؟ ما انا دلوقتي عايز استخدم الاسلوب دوت مع مثلا زرار. تعالوا بس عشان يعني الموضوع يبقى
كلير شويه اقول بتاع اللوجن. انسى خالص ان اللوجن معمول له ايه، معمول له كليك ايفنت من خلال الاتريبيوت. انسى، اعتبر ده اكنه مش موجود. خلاص ركز معايا في الكلمتين دول، الباتون لوجن اهو نفس الاسلوب ده خالص اهو، هبحث عنه بمعلوميه اللي هو الباتون لوجن. تمام، انا اللوجن دوت وقلت له كده دوت عايز اسجل في حدث الاون كليك، فاقول له سيت وبعد كده اون، ده كونفنشنز مع كل الاحداث. يبقى اي حاجه بادئه بالبرفكس بتاع سيت اون اعرف ان هي عباره عن ايفنت. ها اون كليك ليسنر، طيب انا هنا بقى ايه، حتى بيقول لي اون كليك ليسنر، انا عايز الانترفيس اللي هي اون كليك ليسنر. طب اون كليك ليسنر ديت هي معمول لها هنا امبلمنتيشن على الكلاس بتاعي، فانا لو انا قلت زيس صح هيشتغل، بس خلي بالك ان هو هيروح ينفذ نفس الاكواد اللي هي موجوده في المكان ده. طب انا عايز الاون كليك دوت يبقى اعمل له كاستمايزيشن يعني يشتغل مع اكتر من زرار، ايه الحل؟ ها حد يفكر كده؟ ها ببساطه جدا هاجي، ما هو ده في بارامترز دوت بيشير للزرار الفيو دوت، ما انا ممكن ابحث فيه. ها مش ده عباره عن فيو؟ الفيو ده بقول له مثلا ايه، عايزك تبحث لي تجيب لي مثلا الاي دي جيت اي دي اهو، جيت الاي دي. تمام، طب ما هو ده الفيو بتاعي ده الزرار، فالجيت اي دي دوت هيختلف لو الزرار اللي جاي يعني يتنفذ من الكليك ده هو الباتون كلير او الزرار اللي هو الباتون لوجن، ده هيختلف ما بينه. فانا هنا بعمل عمليه كونديشن، بقول اف مثلا لو الجيت اي دي دوت هيساوي نفس الاي دي، انا مثلا اقولها في السريع كده بقول له لو، طبعا انا هقرا الجيت اي دي بقول له ايكوال ار دوت اي دي، اقول له مثلا هو ممكن نستخدم السويتش يعني ده متاح وده متاح، بس انا هستخدم قاعده اف يعني من اجل السرعه، فاقول له مثلا ادي الباتون لوجن. طبعا قاعده اف شرطيه مهمه جدا، روح اكتب بقى الكلام ده. طبعا انا اللوجن ده اصلا مش عامل الحوارات ديت فمش هحتاجه هنا، هقول else if ها شيك لي على الفيو واشوف الاي دي بتاعها هل بيساوي الكلام ده ولا لا. ها ده الكود اللي عايزه يتسجل لما ينداس على الزرار اللي هو ايه الكلير. يبقى اون كليك اتعمل على مستوى الكلاس نفسه، قدرت ان انا استغله مع اكتر من زرار، بمجرد بس هيجي يشوف يا فيو مين الفيو اللي مبعوته للاون كليك، انت مين حضرتك، هجيب هعرفها ازاي عن طريق الاي دي جيت اي دي. تمام، الاي دي اللي انا بقى كاتبها على مين هنا اهو، ده الكنترولز ده ليه اي دي والكنترولز ده ليه اي دي. حلو قوي، بشوف مين الاي دي اللي هي عايزه تفعل لي او تشغل لي او مبعوته عن طريق الاون كليك ده، وبعمل اكسكيوت للكود اللي هنا. ممكن استخدم قاعده اف او ممكن استخدم سويتش. طيب في ايه تاني ممكن بقى عشان الموضوع ما يبقاش طويل؟ ممكن نعمل كلاس بقى خارجي. تمام، وطبعا هي مش محببه بس احنا هنقولها في السريع. هفترض مثلا ان انا عندي كلاس، هقول مثلا جافا كلاس، هنشئ كلاس تاني واقول له مثلا كليك. ماشي، مش انا كنت عايز اسميه اسم تاني بس مش مشكله، هنخليه هنقول كليك ليسنر. تمام، واقول له اوكي، ده كلاس عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. طيب ايه اللي هيتم دلوقتي على الكلاس ده؟ انا دلوقتي داخل اعمل ايه؟ داخل عشان في الكلاس دوت اعمل امبلمنتيشن للانترفيس. طيب ادي الامبلمنتيشن الانترفيس بتاعتك اسمها ايه، ادي جوه الفيو الانترفيس متعرفه جوه الفيو، هقول له اون كليك ليسنر. ممكن انا اقول كود وبعد كده اقول امبلمنت ميثودز. تمام، وبعد كده اقول له الاون كليك شغله لي واكتب الاكواد بتاعت اللي انا عايزها داخل هذا الايه الكلاس. اجي بقى هنا اقول اروح ارجع مكاني، ارجع للست اون كليك ليسنر، انت عايزه مين؟ عايزه كلاس، وشرط ان الكلاس ده معمول امبلمنتيشن لانترفيس اللي هي الاون كليك ليسنر. طيب فين الكلاس دوت اللي هو الكليك ليسنر اللي هو ده؟ فهنا ممكن اقول له نيو وبعد كده اكتب هنا كليك ليسنر. تمام، شفت كل شيء تم. اهم شيء ان انت تبقى فاهم الفكره اللي قايمه عليها الكود، وبعد كده انت بتعمل لها عمليه بقى ايه
بتشكلها زي ما انت عايز بالاسلوب اللي انت عايزه. حاول ان انت تفهم مش تحفظ. تمام، ادي كده احنا عرفنا كل الطرق اللي انا اقدر منها اعمل اللي هي البلت ان ايفنت. طبعا نفس الشيء برضو قريب من الكاستم ايفنت، تمام، ولكن اللي فاهم هيقدر يشتغل على الكاستم ايفنت، يعني اللي فاهم البلت ان ايفنت كويس هيقدر يشتغل على الكاستم ايفنت بدون اي مشاكل. هشرح انا الكاستم ايفنت ده في فيديو تاني عشان ما يبقاش حجم الفيديو كبير. اكتفي بهذا القدر، اسألكم صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.